للمصلحة على إلغاء مجموعة من القواعد ومن الترتيبات التي سوف نراها في عند السيد أنور البوكيلي. كما قلت بأن هذا المخطط الذي وضعته الأكاديمية وذلك عبر ثلاث محاور أساسية، وهي تأهيل المؤسسات التعليمية على المستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإرساء بنية تربوية متمثلة في قاعة موارد للتأهيل والدعم، أيضا تقوية قدرات الفاعلين التربويين، فلا تعلمون بأن لا يعني أي موضوع أو أي جديد يحتاج إلى تقوية قدرات الفاعلين سواء كانوا أساتذة أو أطر إدارية، وأيضا لهيئة التأطير والمراقبة التربوية، وأيضا عنصر مهم ومحور أساسي وهو التعبئة والتحسيس الذي يندرج ضمنه هذا اللقاء الحملة في شعار حق وعيش مشترك. وهذا الشعار لم يكن عبثا وإنما هو نابع من قناعاتنا وإيماننا بأن ما نقوم به ومجهوداتنا جميعا فإنها فقط من أجل إعطاء الحق لهذه الفئة من أطفالنا التي كانت يعني لزمن قريب تلقى صعوبات في ولوج منظومة التربية الوطنية، ولكن في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة وفي استراتيجية جهوية لأكاديمية جهة طنجة تطوان نعمل جاهدين على تكريس كل جهودنا من أجل النهوض بهذه الفئة إن شاء الله وتحقيق الأهداف المسطرة. ولن يتم ذلك إلا بانخراط الجميع سواء كنا مؤسسات إدارية، مؤسسات تربوية أو أيضا جمعيات شريكة. واحد الموضوع اللي هو في الأهمية بمكان والذي يعني رعاية مولوية، لهذا فنحن نجدد شكر الجميع ونهنئهم على هذا اليوم، ونتمنى أن تكون يعني خلاصته خدمة لهذا الملف إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد المدير.